السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم سمك الدرعي في الفرن، كيجي رائع بطريقة بسيطه. هنا عندي سمك الدرعي، هنا عندي فيها كيلو اللي نقيتها من الداخل مزيان، وعندي حامضه ورق سيدنا موسى وشوي ديال الزير والملحه. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي ناخذ ثومه غادي نفرمها، جوج دريسات ديال الثومه. نتوما نسموه الطريقه اللي كتبغيو. غنضيف شويه ديال الملح، القليل فقط حيت غادي ندير الحامض. ندير شويه ديال اليزير مجفف، شويه ديال زيت الزيتون تقريبا واحد 4 معالق كبار، وغادي نعصر نصف حامضه. غادي نضيف شويه ديال البزار، غادي نخلط الكل جيدا. غادي ناخذ داك الخليط وغادي نديرو في الوسط ديال الحوتة. انا اليوم فضلت انني ما نديرش الشرموله اللي معتاده اللي كنديروها دائما، اللي هي فيها القزبر والتحميره وداك الشيء. هاد الطريقه كيجي لذيذ وكيجي خفيف. صافي غادي نخليها بحال هكا فهاد الشرموله تقريبا واحد 20 دقيقة او نص ساعه، اللي عنده الوقت الكافي خليها حتى ساعه. من بعد غادي ناخد طاوله اللي غادي ندخلها الفرن، غادي نوضع فيها بابي كويسو، وغنضيف كذلك واحد القطع ديال الليمون الحامض في الوسط ديال الحوته، وغادي نزيد اوراق سيدنا موسى. صافي، وغادي نخوي داك الشرموله اللي تبقات ليا، غادي نخويها من الفوق. هاد الاثناء راني مشعله الفرن كيسخن، صافي غادي نلفها مزيان ورق طهي. ومن بعد غادي نضيف الالومنيوم، وملي طبعا كطيب راه كنحيدو ليها هاد الورق وكنخليوها تحمر شويه. المده ديال الطهي ديال السمك راه عارفينو راه دغيا دغيا كيطيب، تقريبا 20 دقيقة حتى نص ساعة. هنا بالنسبة للخضر اللي غادي نرافق بها السمكة، انا داكشي اللي عندي في المنزل استعملته، نتوما كيبقى لكم الاختيار ضيفوا اي خضر عندكم. ضفت اللوبيا الخضراء، البطاطا اللي سلقت، وليشو بروكسيل حتى هو مسلوق، شوية ديال الماء والملح. كلشي هنايا جهزته من قبل. وغادي ناخذ واحد المقله، غادي نضيف ليها شويه ديال زيت الزيتون ومعلقه ديال الزبده، شويه ديال الملح، وغادي ناخذ البطاطا وغادي نقطعها. انا هنا استعملت بطاطا صغيره، غادي نقطعها على 4. نتوما الا استعملتوا بطاطا كبيره راه غادي تقطعوها قطع صغيره. صافي، هنا غادي نوضع المقله على النار، وغادي نزيد ليها شويه ديال الثومه، وغادي نخلي الكل كيتشحر مزيان. صافي، هنا غادي نضيف البطاطا، وراني زدت واحد شويه ديال البزار
اللي بغى يضيف الكمون، كل واحد على حساب داكشي اللي كيبغي. وغادي نخلي البطاطا كتشحر هنايا على عافية مهيلة. هنا راه ضفت الكمون، صافي غادي نستمر هكا. وفي الاخير غادي نضيف شويه ديال المعدنوس، كنخليه هو اخر حاجه. صافي هنا ملي ضفت المعدنوس حيدت البطاطا، وفي نفس المقله غادي ندير نفس العطريه اللي درت قبل، الزبدة وزيت الزيتون، مليحة، ثومة، شوية البزار، وغادي ندير الكل كيتشحر. وغادي نضيف اللوبيا الخضراء. اللوبيا الخضراء تاهي راه كتكون ضروري تسلقوها في الماء غليان، ومن بعد ما كتزولها من النار كتضيفوا ليها شويه ديال الماء بارد باش كتبقى محافظه على اللون ديالها. وهنا ضفت حتى ليشو بروكسيل مع اللوبيا. غادي نشحر الكل. هنا الحوته بعد ما خرجتها من الفرن، انتما كتشوفوا الشكل ديالها كتبقى في اللون ديالها، يعني حاولنا نغيره شويه على شرموله العاديه. وحتى اللذة ديالها كتحسوا باللذة ديال السمك حسن ملي كتكون غير هكا خفيفة. صافي هنا وضعتها في الصحن ديال التقديم، وغادي نضيف الخضر اللي صوتيت من قبل. ثم غديروا الكمية على حساب الأفراد الأسرة. صافي غادي نضيف اللوبيا الخضراء كذلك. غادي ندير لي شو بروكسيل، ممكن تقطعوه الى بغيتو ما تخليوش هكا، قطعوه من النصف. صافي وبهذا تيكون هو الشكل النهائي ديال الحوتة اللي حضرت معكم اليوم. وبهذا كنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله مع وصفة جديدة، ومع السلامة.